السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مجددا في دورة صيانة الحاسب العملية. اليوم نتكلم عن Integrated أو IC اسمها Super IO، وممكن كمان أنه نلاقيها بمصطلح SIO، وممكن كمان لها مصطلح علمي LPC Low Pin Count. بالنسبة للسوبر اي او هي عبارة عن متكاملة انتجريتد سيركت من ضمن المتكاملات والتشيبس الموجودة في او على المذر بورد. صار في حاجة على انه اي ديفايسز بتتعامل مع لو كوست اوف سبيد انه احنا نخصص لها او الديزاينر يخصصوا لها يعني سايد خاص بالتعامل معها. فمن هذا المنطلق تم اللي هو تصميم متكاملة IC خاصة مثلا في الفلوب ديسك درايف، في الكوم، في الال بي تي، في الكيبورد، في الماوس، في هذه البورتس او هذه الكومبوننت اللي بتحتاج اللي هو لو سبيد، حتى انها تخفف على التشيبس، حتى انها تخفف على التشيب. احنا حكينا على انه التشيب الشمالي اختصاصه مع اللي هو الجرافيك والميموري والاتصال مباشر مع البروسيسور، وايضا له اتصال في التشيب الجنوبي. التشيب الجنوبي هو الخاص بالبريفرالز اللي بنحكي عنها. الان في تصميم بيوحي على انه بده يكون في عندي اي سي اسمها سايو او سوبر اي او، هذا اللي بتتعامل مع اللي هو الشغلات اللي حكينا عنها. يعني رسمه بسيطه زي هيك ممكن تعبر عن اللي احنا بنحكيه. طبعا هي بتتواصل مع الساوث بريدج اللي هو تشيب الجنوبي، وزي ما احنا شايفين هي ال بي سي او اللي هو السوبر اي او، هيو في الكونكشن واضح على انه بتواصل مع الفلوبي مع ال بي تي مع الكومبوننت اللي هو العادية. مع العلم انه ليس بالضرورة يكون في المذر بورد اللي هو سوبر اي او، يعني من ممكن تلاقي مذرات حتى فيها تشبة واحدة، ممكن نتكلم يعني ان شاء الله لقدام شوية عنها. زي ما احنا شايفين في مذر الانتل اللي بين ايدينا هذه اللي هي الجي 41، زي ما احنا شايفين هاي في عنا اللي هو سوبر اي او وين بورد. عشان هيك شركات السوبر اي او كثيرة ومتعددة، يعني ممكن نطلع على اللي هو في من ضمن شركات السوبر اي او الشركات النوفيتون، الاي تي اي، الشركات الفينتك زي ما احنا شايفين، والاس ام اس سي، والوين بوند الشهيرة والمعروفة، وفي هويا، وفي اللي هو سيس. زي ما احنا شايفين السوبر اي او اللي عندنا وين بوند دبليو 83627 دي، وهاي اللي هو الداتا شيت الخاص فيها. زي ما احنا شايفين احكي لك انا في الفيتشرز الخاص فيها، الفيتشرز على انها لو بين كاونت انترفيس زي ما حكينا اللي هي الرجول القليلة بالمقارنة مع اللي هي التشيبس الموجودة، تتحكم لك في الهاردوير مونيتورينج، في الفان سبيد إلها دخل، في الاي تريبل اي البورتس، في الفلوبي ديسك، في الكيبورد كنترولر، في جنرال بيربوز 57 جنرال بيربوز اي او بينز، يعني في شغلات كثيرة خاصة فيها. يعني احنا بنتعرف على الاي سي حتى لما يكون في عندي عطل في البورت، مثلا البورت الخاص بالسيريال بورت يكون مرجعنا للاي سي او للمتكامله اللي منها
من ممكن يكون اللي هو العطر. وطبعا في اللي هو البلوك دياجرام الخاص بالاي سي، وبقول لك على انه لها دخل، هو عبارة عن كنترولر للفلوبي للكيبورد، ل بتتعامل مع الكنترول مع يعني كذا شغلة. ممكن نشوف كمان مذر بورد اخرى، هاي مثلا مذر بورد، هاي اللي هو الوين بوند برضو زي ما احنا شايفين، W83627. ايوه هذه هي W83627 زي ما احنا شايفين. كنترول للبارل بورد، للكيبورد، للهاردوير مونيتور، للسيريال بريفرال انترفيس، برضو جنرال بيربسز، يعني شغلات كثيرة بتتحكم فيها. وبلوك دياجرام برضو إلها للآي سي، وفي نفس السكيماتيك ببين لك وين اللي هو جهود التشغيل الخاصة بالآي سي، لأنه السوبر آي أو بتعطل كثير، بتعطل إما لبورت من البورتات الكونكشن فيها عامل فولت فمأثر عليها ضاربة، أو من الممكن يكون في فولتاج ناقص مثلا حاجة إشي، فبدنا نعرفه من خلال اللي هي السكيماتيك دايجرام، يكون محدد لك وين الفي سي سي والموجب وكل البنز الموجودة. نشوف أيضا كمان اللي هو سوبر اي او في سكيماتيك أخرى. طيب هاي المظهر الدي 915 زي ما احنا شايفين، هاي السوبر اي او من النوع اللي حكينا عنه قبل شوية اس ام اس سي، ورقمها ال بي سي 47182، وهاي اللي هو الداتا شيت الخاصة فيها، اكتب لك الفيتشرز، الفولت التشغيل، الباور، كيف شغلها في حالة الاون، ديسكريبشن ال بي سي اللي حكينا، لو بين كونت، البلوك دياجرام، واختصاصات الانتجريتد بالكامل كله مفصل، في بلوكس داخل الانتجريتد بالكامل زي ما احنا شايفين. هذا اللي بدي اوصله انا بخصوص اللي هو السوبر اي او.